السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. والنهاردة معانا بيركشن درايفر دريل DHB453RFE. ده دريل دقاق 13 ملي، بقدر استخدمه في تخريم الحديد والخشب والجدار، بقدر استخدمه في تخريم الحديد عند 13 ملي، وبقدر استخدمه في تخريم الخشب عند 36 ملي، وبقدر استخدمه في تخريم الجدار عند 13 ملي. عندنا السرعة بدون حمل بتبدأ من 400 دورة في الدقيقة وتنتهي عند 1300 دورة في الدقيقة. عندنا عدد الطرقات في الدقيقة بيبدأ من 600 طرقة في الدقيقة وينتهي عند 19500 طرقة في الدقيقة. عندنا وزن الجهاز اللي معنا النهاردة 2 كيلو جرام، وعندنا أقصى عزم تثبيت 42 نيوتن متر، وسعر الجهاز بالدولار حوالي 230 دولار. ومن ضمن المواصفات الجميلة اللي بتميز بيها الدريل اللي معنا النهاردة ان في سرعات متغيرة، وعندنا اتجاهين، وعندنا راس بدون مفتاح، وعندنا 2 سرعة ميكانيكية، وعندنا كشاف، وعندنا فرامل، وعندنا 16 محدد عزم. ومن ضمن الملحقات اللي بتيجي مع الجهاز اللي معنا النهاردة، عندي 2 بطارية ليثيوم ايون 18 فولت 3 امبير LXT، عندي ريشة فك وربط ماينس بلس، وعندي شاحن سريع وشنطة زي ما حضراتكم شايفين. خلونا بقى نشغل جهازنا كده مع بعض ونشوف. عندي اتجاهين وبغير الاتجاهات من خلال المفتاح ده. عندي فرامل زي ما حضراتكم شايفين. عندي هنا 3 اوضاع للتشغيل. عندي وضع التخريم في الحديد والخشب، وعندنا وضع الفك والربط، والوضع الاخير اللي هو الهامرنج لو حابب تخرم فيه الجدران فبتظبط على وضع الهامر. 2 سرعة ميكانيكية وببدل ما بينهم من خلال المفتاح ده. ده الجهاز بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين. عندنا طبقة من المطاط على اليد بتاعة الدريل، وطبعا بتدينا مزيد من التحكم والراحة. عندي مؤشر في البطارية من الخلف بيبين لي نسبة البطارية وبيعرفني إذا كانت مليانة أو فاضية. فعندنا جهاز قوي، وطبعا التروس من الداخل كلها مصنوعة من المعدن، وده بيضمن لنا أداء ومتانة عالية. كمان عندنا يد من المطاط لمزيد من التحكم والراحة. بكده بنكون انتهينا من الفيديو بتاعنا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. انتظرونا في فيديو جديد ومعدة جديدة ومعلومة جديدة في الفيديو القادم ان شاء الله. اشوفكم على خير.